هنبدأ بصيادية الكاليماري. هنستخدم فيها بيوري الطماطم بتاعة جهينة، لا بيحتاج صلصة ولا بيحتاج عصير طماطم فريش ولا بيحتاج دقيق ولا بيحتاج أي حاجة، بناخد منه أحلى طعم وأحلى ريحة وأحلى لون، خالي من المواد الحافظة مكسبات الطعم والرائحة، طبيعي 100%. طول ما هو مقفول بنشيله بره التلاجة، اتفتح يبقى لازم يخش على التلاجة. المقادير: كيلو كاليماري متقطع حلقات، بصل متقطع شرايح، شبت وبقدونس وكزبرة طازة مفرومين، فلفل رومي متقطع شرايح، طماطم متقطعة شرايح، وبيوريه الطماطم بتاع جهينة. طيب احنا هنزود معلقه سكر واحده، انتوا عارفين ان انا بحب لما استخدم طماطم احط معلقه السكر عشان معادله الطعم مع الملح والفلفل ده. اكيد هزود شويه كمون، لا عندي كمون وعندي ثوم، انا قلتهم في المقادير؟ مش موجودين في المقادير. طيب بيوريه طماطم جهينه وثوم وكمون. ايوه شكرا جزيلا. تمام هنبدأ على النار، وبعدين هنحط في صينية أو في طاجن أو في أي حاجة، طبق بايركس أو أي حاجة، وهندخل الفرن. يبقى أنا هزود بس معلقة السكر، زودتها لي، أنا متشكرة جدا. هنعمل إيه؟ بسم الله. بصل متقطع شرايح، ملح، فلفل اسود، كمون، معلقه زيت بسيطه جدا، زيت ذره، هقلب، مش عايزاه يتحمر ولا يغير لونه ولا ريحته ولا طعمه. هنزل عليه بالبصل، على فكرة بالفلفل الرومي، على فكرة اللي يحب يحط فلفل حامي، يحب الأكلات دي حامية طبعا قوي قوي، مفيش مشكلة خالص. فلفل رومي، كاليماري حلقات من غير المية بتاعته، نفسي اهو. حطينا ومدام يسري معانا على التليفون الثوم المفروم، وحطينا الطماطم الشرايح، وبعدين هحط بقى شبت، بقدونس كده. انا استخدمت لتر الا ربع